السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد آخر. في هذا الفيديو غادي نشاهدوا طريقة صيد السمك بتقنية الصيد الدائري. بالنسبة لهاد الناس هادو فهم من آسيا، شوفوا طريقة الصيد ديالهم، وأغلب اللي كيشاهد معنا فتقريبا نفس التقنيات، إنما شباك الصيد كتختلف. إخوان، ما تنساوش تكتبوا لنا الرأي ديالكم في التعليقات وتقولوا لنا اش كتعرفوا على هاد طريقة الصيد. وشكرا، تابعوا معنا الفيديو. مشاهدينا الاعزاء، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كما كتشاهدوا معنا قربنا نهاية الفيديو الاخوان. اللي عنده شي معلومات يكتب لنا في التعليق، ولا اللي كيعجبو شي نوع ديال الفيديوهات باش نستكشفوهم ونتعرفوا على طرق جديدة في صيد الاسماك ولا كل ما يتعلق بصيد الاسماك. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.